مع تليفون. السلام عليكم. هو متصدر المجموعة، تلعبهم دائما بخشونة وما يلعبوش معاك كرة قدم. أراكم بهدلتوا بينا إلى أقصى درجة. مدرب وطني تاع الفريق. السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. قبل ما نبداو ما تنساوش انكم تصليوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تنساوش تعطونا آراءكم اقتراحاتكم وانتقاداتكم. مرحبا بكم، كل الحب والاحترام للجميع. اول شيء نبداو به راح نتكلموا على تصريح جمال بالماضي مدرب المنتخب الوطني اللي ادلى بتصريحات قبل السفر من الجزائر الى تونس باش يلعبوا المباراه ضد منتخب النيجر. راح نسمعوا تصريحات جمال بالماضي ونتكلموا عليها، وكذلك راح تشوفوا معنا فضيحه صحافه العار اللي ما يترباوش وعمرهم ما يترباو دائما في التبهديل والفضائح. المهم شوفوا معنا وقرأوا معنا. جمال بالماضي من المطار قبل الذهاب إلى تونس: المنتخبات الإفريقية تطورت ويجب أن نحترم النيجر. في المؤتمر الصحفي الأخير تكلمت كثيرا عن تطور المنتخبات الإفريقية، لذلك يجب أن نقدم كل ما لدينا عندما نواجههم. كما سمعتوا معنا هذا تصريح جمال بالماضي اللي أدلى به للصحافة، وتصريح مهم جدا. على هذا التصريح مهم لأنه جمال بالماضي واعي وعارف أن المنتخبات الإفريقية في السنوات الأخيرة أغلبهم أو كلهم عندهم نجوم كبار يلعبوا في الدوريات الأوروبية، والمستوى في إفريقيا رايح ويتطور ورايح ويتحسن ويكون أفضل، والمنافسة صارت قوية وشرسة جدا. والأمر أيضا مختلف عندما تواجه منتخب أوروبي أو منتخب أمريكا اللاتينية، ما هوش نفسه عندما تواجه منتخب إفريقي. الظروف صعبة، الأجواء صعبة، الملاعبهم صعبة، فرقهم أيضا صعبة، وطريقة لعبهم دائما بخشونة وما يلعبوش معاك كرة قدم. يعني لازم معهم أنك تكون مركز 100% هجوميا، أنك تستغل كل الفرص وتسجل منها الأهداف. دفاعيا لازم أنك تكون حذر لأنهم هما يستخدموا كل الطرق باش يسجلوا عليك أهداف. ونتمنى التوفيق للمنتخب الجزائري ولجمال بالماضي. أمر مهم لأنه منتخب مثل النيجر أو منتخبات يعني اللي هي صغيرة في إفريقيا، ما عندهاش اسم كبير في كرة قدم الإفريقية، عندما تواجه الجزائر أو السنغال أو يواجهوا مصر يحبوا يبينوا نفسهم، يحبوا يتألقوا، يحبوا يلعبوا معك كرة جميلة، يحبوا يفوزوا عليك. لأنهم الفوز على منتخبات كبيرة مثل الجزائر أو السنغال أو على مصر بالنسبة للمنتخبات الصغيرة هذه هو إنجاز كبير جدا، وهو إنجاز بطبيعة الحال. ولازم على اللاعبين ما يحقروش المنافس، وجمال بالماضي قالها ومتفطن بها وعلى باله بكل شيء. ولازم على اللاعبين يكونوا منضبطين انضباط كبير جدا، ونستغلوا كل الفرص في المباراة القادمة ونسجلوا عليهم عدد كبير من الأهداف اللي نقدروا عليهم، ونستغلوا كل الفرص باش هكا أيضا نلعبوا بأريحية كبيرة جدا. لأنه كما راكم تشوفوا معنا هنا المنتخب الجزائري هو متصدر المجموعة الحمد لله، عندنا 9 نقاط. يعني نفوزوا على النيجر في المباراة القادمة نكونوا رسميا ونهائيا خلاص رانا تأهلنا وضمننا التأهل 100%. حتى ولو نخسروا المباريات الأخرى يعني خلاص متأهلين، متأهلين ضامنين التأهل. هنا أمر جيد، لازم علينا نضمن التأهل في هذا المباراة باش جمال بالماضي في المباريات القادمة اللي بقات يقدر يدير مباريات ودية. يقدر أيضا جمال بالماضي كيستدعي لاعبين جدد يعطي لهم الفرصة ويخليهم يلعبوا مباريات كاملة 90 دقيقة كأنها مباريات ودية، ويحضر اللاعبين جيدا في هذه المباريات. يعني أمر مهم جدا، هي فرصة كبيرة لجمال بالماضي باش يحضر فيها اللاعبين، وفرصة للاعبين باش يبينوا أنهم يستحقون المكانة الأساسية في المنتخب الجزائري، وبالأخص للاعبين الجدد اللي جابهم جمال بالماضي اللي شفناهم في المباراة اللي فاتت ما شاء الله عليهم، بينوا أنهم عندهم مستوى جيد ومستوى رائع جدا، وأنهم راح يقدموا إضافة كبيرة للمنتخب الجزائري. إن شاء الله الفوز بالأداء وبالنتيجة. صحيح أن المباراة اللي فاتت فزنا على النيجر، ولكن ما هوش بالأداء فقط، فزنا بالنتيجة وبشق الأنفس، لأنه أيضا منتخب النيجر 10 في الدفاع وما يحلوش اللعب، لانه عارفين ما عندهمش الامكانيات الكبيره باش يجيري ويلعبوا مع المنتخب الجزائري. اذا حلوا اللعب راح يستقبلوا اهداف عدد كبير جدا، لانه سبق لهم انه لعبوا معنا تلقوا 5 6 4
يعني قال لك هذه المرة نلعبوا 10 اللور، المهم نحاولوا أنه نديوا نقطة التعادل أو نديوا الفوز ونصنعوا المفاجأة. ولكن الحمد لله أنه فزنا في المباراة اللي فاتت، لو كانت الأمور راح تتعقد أكثر وأكثر، وإن شاء الله هذه المباراة الجاية نفوزوا بها ويكون النصر من نصيب المنتخب الجزائري. ونخليكم الآن تشوفوا معنا صحافة العار واسمه معنا جمال بالماضي مع الصحافة وش قال وش تكلم. Il y en a qui prend le temps d'éteindre son téléphone. Salam alaikum. كما شفتم معنا وسمعتوا للأسف الشديد، هذه هي الصحافة الجزائرية وهذو هما صحافة العار اللي ما يترباوش وعمرهم ما راح يترباو. ما هيش أول مرة تصرى وما هيش ثاني مرة وما هيش ثالث مرة، تقريبا كل يعني تصريحات جمال بالماضي وكل ندوة صحفية كانت تصرى مثل هاد الأشياء. من المفروض أنت كصحفي أنك تحترم مهنتك وتحترم نفسك كإنسان، إنسان ورمومو كيكون يتكلم معاك تحترمه وتغلق التليفون تسمعه وش راه يتكلم، انت راك تسال فيه وتحبه يجاوب لك على السؤال تاعك وانت ما راكش محترمه وما راكش مقيمه. من الباب الاحترام انك ناس كامل تغلق الهاتف، امر عادي كيما يديروا الصحافه كامل، وتقدم السؤال تاعك والمدرب يجاوبك عادي جدا وما يصرى اي مشكل. ولكن انتوما تاع فتنه تاع مشاكل تاع تبهديل، تخليوا روحكم انكم تسمعوا الكلام السيء من كل الناس وليس فقط من جمال بالماضي، لانه جمال بالماضي الكلام اللي راهو يقوله لكم ويسمعكم فيه يردكم الى مكانكم الحقيقي والى حجبكم الحقيقي. سقموا روحكم شويه، راكم بهدلتوا بينا الى اقصى درجه. مدرب وطني تاع الفريق تاعك تاع المنتخب تاعك عنده مباراه رسميه ليست مباراه وديه باش يتنقل ويروح يلعبها في تونس ضد النيجر، من المفروض كل الصحافة توقف جنب المنتخب، توقف مع اللاعبين، توقف مع المدرب، تكون الأجواء جيدة وتكون الأمور مهيئة باش اللاعبين والمدرب يروحوا بمعنويات مرتفعة ويكونوا مركزين على المباراة. ولكن بهذه التصرفات تخرج المدرب من تفكيره على المباريات، يبقى لا تبقى فقط بالصحفيين ويبقى فقط مشوش بهذه الأمور. وشي اللي نتمناه من جمال بالماضي خطرة اللي فات قالوا لهم أني شفت ناس في البلاطوهات يتكلموا على المنتخب يجيوا عندي وينقولوا لهم واعطيهم اسئله، نتمنى انه جمال بالماضي ايضا ما يركزش مع هاد الصحفيين وما يعطيهمش قيمه اللي هما اصلا ما عندهم اي قيمه وما عندهم اي حجم، يركز فقط على المنتخب على العمل فقط. وهاد الصحفيين كون جاو يحشموا او كون جاو يفهموا كجزائريين فقط انهم يوقفوا مع اولاد بلادهم ويساندوهم، ولكن للاسف احنا عندنا صحافة ضد المنتخب ضد جمال بالماضي ضد اللاعبين، ينتظروا اي خطأ من جمال بالماضي باش يعني يقللوا من قيمته، ينتظروا اي خطأ من لاعبين المنتخب الجزائري باش يتهجموا عليهم. ما فهمتهمش هل هما جزائريين او ليسوا جزائريين، ربي يهديكم. هذا واش نقول لكم، حاولوا انكم تطوروا انفسكم وتسقموا روحكم، لانه لا اسئلة تصلح لا وقوفكم يصلح بالكاميرات، نهار كامل انتم تتجاراو، تنظيم غير موجود، ما فهمتش هذه العقلية وين تعلمتوا الصحافة، الله أعلم. ربي يهديكم واتوش نقول لكم، وحاولوا أنكم توقفوا مع أولاد بلادكم. تحيا الجزائر، ونتمنى التوفيق للمنتخب الجزائري ولجمال بالماضي. السلام عليكم.